أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وهي صورة مكية
وقد نزل في أول السورة آيات تعزي المسلمين على ما أصابهم من المحن والميزان، فقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال: ومن شاهد فإنما يشاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. والجهاد هنا جهاد الاحتمال والصبر على البلاء والعذاب في سبيل الله تعالى. ثم ختمت السورة بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجهاد هنا هو جهاد النفس والشيطان. لم يأمر الله تبارك وتعالى رسوله بالقتال عندما كان في مكة، ولكنه أمره بالجهاد، جهاد الدعوة. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار. قال تعالى: فإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الفضل منهم وقالوا ظننا لكم مع القاعدين، فضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليحلفن فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وجاء في سورة البقرة قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. والواجب على المسلمين ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم ويعتدي على حرماتهم، على أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم أو أرضهم، أو يقف في وجه دعوتهم ويصد دعائها ويعتبر طريقهم. وإن الإسلام كفل كامل الحقوق للمسالم غير المعتدي. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى: فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لهم عليهم سبيلا. والتحليل لأرض الإسلام من الهدى المحتلين الذين هاجموها واحتلوا جزءا منها مهما تكن مساحتهم، فهذا النوع من الجهاد لا خلاف في فرضيته على المسلمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا خطاب عام للمسلمين وخاصه للصحابه. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يبصر ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وفي كل آية جهاد في القرآن الكريم قسم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس على آية واحدة، وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأمر الله جل وعلا بإعداد العزة والبأس والقوة للعدو في جميع مناحي الحياة، ودليل ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كما استدل بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. ووعدهم الله جل وعلا بأن عزتهم وعدادهم لا يغني عنهم من دون الله شيئا. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمين على من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. ومن ضروب الجهاد قتال الخوارج الكفار. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية يصدق لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فكل فقدته جاهلية، ومن خرج على أمتي يطبخ مرضها وفاكرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يبي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ومن ضروب الجهاد مصاومة الظلم والظالمين والأخذ على أيديهم وعدم الدخول إليهم، كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومن ضروب الجهاد إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمين أو أقلياتهم التي تعاني التضييق والاضطهاد، كما قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وإن أول ما يحرص عليه أعداء الأمة أن يغيروا هويتها ويقتلعوها من قدومها. قال تعالى محذرا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقد قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم
ويخفى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعن فضل الجهاد قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يقصر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وعن مجدة فضل الجهاد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذبح وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وقد قاله ايوب فقال: يا ايها الناس انكم لتؤولون ايه من كتاب الله خير تاويلها، فهذه الايه نزلت فينا نحن معشر الانصار لما اعز الله الاسلام وكبر ناصره فقال بعضنا لبعض دون رسول الله إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله تعالى قد أعز الإسلام وغفر مناصره، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركها الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الموت. وإن الدعاء والتضرع والانكسار بين يدي الله تعالى لخير وسيلة للنصر. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الممددين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وإن إخلاص النية واجب لقبول الأعمال. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنى، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم اجعل الدائرة لهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، واجعلنا أمنا أمانا، سلما سلاما، صفاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.